نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم ثلاث نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 15 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. طول الوقت اكتشاف المواهب هي واحدة من أجمل وأمتع الحاجات اللي ممكن القائمين عليها يعملوها، وكمان المستفيدين منها. اكتشاف المواهب ونجوم التاسعة هي واحدة من المسابقات الهامة جدا لتحقيق أحلام ناس كتير موهوبين، والموهوب بيبقى غاية حلمه أنه بس موهبته توصل للناس، الباقي ده بتاع ربنا. لكن أننا يبقى عندنا منصات جديدة وطرق جديدة لأننا نوصل الناس دي ونوصل أحلامهم لحضراتكم، هو ده باختصار نجوم التاسعة اللي النهاردة بس بنفكر كل الناس اللي قدمت، لأنه في ناس كتير قوي قدمت على مدار الأسابيع اللي فاتت. النهاردة آخر معاد للتقديم في مسابقة نجوم التاسعة، آخر موعد لإرسال الفيديوهات. تحقيق الأحلام وفكرة أنه يبقى عندي موهبة، أتمنى أنه يبقى في لجنة تحكيم عادلة ومنصفة تقيمها، تقول لي رأيها. حتى النقد السلبي اللي ممكن نسمعه هيكون مفيد جدا جدا، وتحديدا في حالات المواهب، لأنه الفن طول الوقت هو تجربة. لما بتنضج بتبقى أجمل وأفضل، وبتنضج أحيانا بإني بقول إيجابياتها وأقول سلبياتها. بفكركم أنه النهاردة تبعتوا على صفحة التاسعة على فيسبوك، والنهاردة آخر معاد لاستقبال الفيديوز الخاصة بنجوم التاسعة اللي إن شاء الله نشوفهم قريب على كل خير.